بالنسبه للتيران ديال الباب جديد قال لك شدوه لانه مازال ما تسلمش من المبادره. وحنا ملي طلعنا للمبادره قال لك احنا لا هذاك الملعب سلمناه للجماعه، يعني الجماعه راه يمكن لا ترخص لكم وتلعبوا فيه مع من غادي تهضر على حياتي من تنادي. هادشي راهم دازوا عندنا اطفال ومن بعد ما بقاوش يلقاو فيني مارسو. سمعتي السيد النائب العمده مول الطربوش حمر وجلابه بيضاء اللي كتشطح كتسقاد 10000 درهم في ثاني الشهر، راه حزب الاستقلال زكاك ماشي باش تشطح ودي الطربوش حمر وتشطح وتقضي حجر راسك ولصحابك. رشحك باش تصرافع على المواطنين. هادي قاعه مغطاه في درب العامر بشدوده، هادي مده انا لا احمل المسؤوليه الرئيس مقاطعه فاس المدينه، لان الاختصاص ديال القاعات المغطاه من اختصاص الجماعه. كان عليك السيد والسيد النائب المحترم ترافع على القاعه وتجيب الامكانيات من الجماعه وتحلوها، قال لك فيه السير واصلاحات بسيط وتخلي الناس يجيو يترينيو، لان الموضوع الامني ملي كتحل القاعه مغطاه راك كتصحى راك كتزيد على ان ما يبقاوش المخدرات والناس ما تكميش والناس تبلى بالرياضه. ماشي دورك هو الشطيح طربوش ابيض طربوش حمر والشطيح. واش الحزب ديالك رشحك باش تشطح؟ هذا يعني انني ضدك الفراق ولا ضد عيسى، وما ما تحوروليش الموضوع. انا اليوم اخاطبك انت نائب عمده من حزب الاستقلال اللي هو مستشار في المدينه، قاعه مغطاه، والوليد اللي هضر في الفيديو في الاول راه من حزب الاستقلال ومن الشبيبه حزب الاستقلال. ملي تصيف واحد من الشبيبه حزب الاستقلال في الاندلس وكيطلع يتريني وكيتكرفص هو والوليدات كيقول هذا الكلام في المنتخبون، باي وجه توريو لنا خلاياكم في المرحله الجايه. مساء الخير الاخوان والاخوات المحترمون والمحترمات، في موضوع جديد وجد مختصر. كما شفتوا في العنوان اليوم غنرسل واحد الرساله الى واحد المستشار اللي هو منتخب بمدينة فاس، اللي عنده جوج صفات، هو نائب عمدة ومستشار بمقاطعة فاس المدينة. الرسالة ديالي أولا غنرسلها أولا للأحزاب، وغادي نسول واحد السؤال بالنسبة للأحزاب السياسية. ملي كتعطي تزكية للمنتخبون واش ما عندكمش لجان اللي دير التتبع ودير تقييم ديال ماذا يفعل هاد المنتخبون وكيدير التقييم ديالهم واش ايجابي ولا سلبي، ولا غير كتعطيو تزكيه وكتخليو المنتخب يدير اللي بغا. اولا شي واحد اللي كيبغي يترشح في الانتخابات كيخصو يدير دائما في المخيل ديالو انه داخل من اجل خدمه الصالح العام، من اجل خدمه المصلحه العامه، ليس من اجل خدمه مصلحتي ومصلحه اصدقائه، ويتمتع بواحد التعويض اللي هو ثمين. اليوم الرساله والمحطة ديالنا غتكون توجيه رسالة إلى منتخب تابع لحزب الاستقلال، وهي المناسبة أننا نسولو المنتخبون ديال هاد المنتخب ديال حزب الاستقلال، لأن مرارا كنتقدو هاد المستشار اللي هو عنده نائب عمدة اللي دائما أنا كنتقدو، وغنقول لكم علاش. ما عنديش شي واحد المشكل شخصي معاه، ولكن علاش كنتقدو؟ لأنني أراه دائما بعدا ملي كتكون شي مناسبه ولا شي حيوح ولا شي شطيح ولا رديح، دائما تجدوه بجلابه بيضاء وطربوش حمر في الصف الاول. اذا هذا الشخص هذا كنظن ما عارف شنو هو الاختصاص ديالو. الدور ديالك يا اخي جيتي انك تخدم المصالح المواطنين وتحل مشاكل ديال المواطنين، ماشي تجي تبلد. والكلام ديالي على الانتقاد ديالي انه كيكون في هذا الشطح والرديح، هذا يعني ان عندي مشكل مع الفراق اللي كدير المناسبات، فانا ما عنديش حتى مشكل معاه. ولكن علاش هذا النائب العمده بوحده اللي عاطي اهتمام لهذا الموضوع؟ الا كانت هو الا كانت مصلحه الثقافه دارت واحد النشاط الله يسهل على الجميع، وما كاينش مشكل، لان الشعب المواطن الفاسي كاين اللي كيبغي الشطيح، كاين اللي كيبغي الكره، كاين اللي كيبغي تحلوا مشاكله، كل واحد واش كيبغي. حنا ما يمكنناش نقيدو، كل واحد حر. دونك انا الرساله ديالي اليوم
لهذا نائب العمدة اللي أنا دائما كنحلم واحد النهار أنني نفيق ونوض ونشوف هذا نائب العمدة اللي تابع لحزب الاستقلال اللي هو مستشار في مقاطعة فاس المدينة ونائب العمدة، نفيق شي نهار ونوض ونشوفه كيترافع على السكينة في شي موضوع، شي موضوع كيترافع على السكينة وكيهضر والو كتصيبو في الصفوف الأولى ملي كتكون الجماعة دايرة شي لقاء في الصف الأولى مبند، ما يهضر ما يهش ما ينش ما يدير حتى مداخلة، ما يدير شي معارضة، شي مرة عارض المجلس ولا عارض ولا يدير شي حاجة نعرفو كاين، ولكن تجده دائما ملي كتكون شي مناسبة وش خدا وش طيح والقص طبيلات وكذا، المهم كتصيبو حاضر هذا المستشار هذا. لهذا اليوم غنوجه الرساله ديالي له وغنقول له سمع واحد الفيديو ديال شباب اللي ماشي شباب الحمد لله، شباب اللي هو نقي، ماذا يقول على المنتخبون والموضوع اللي جبد دابا ديال مقاطعه فاس المدينه. هنا غادي نسمعكم وغنكمل معكم الفيديو. مسؤولين حنا رساله ديالنا نقول لهم دابا حنا هادي تقريبا عامينونس درت حتى حاجه في هاد القاعه وما صلحتوناش الملعب ديال باب جديد. حنا ما نهضروش على هاد العامينونس اللي داز، نهضرو على المده اللي جايه. كنتمناو انه تخليو القاعه مفتوحه ونصلحوا لنا الملعب توا ديال باب جديد في وجه الشباب توا والاطفال، لان حنا راه حنا كنتكرفصوا كرؤساء جمعيات كمدربين ديال الاطفال الصغار، حنا كنتكرفصوا مع الاطفال ما كنلقاوش فين نلعبوهم، لان كنضطروا ان نطلعوا يا الفاش جديد يا البطحه كودرون. شويه قاصحه علينا شويه. فؤاد الوردي رئيس جمعية هدف للرياضة والتنمية والإدماج. قاعة خسارة ديك الإصلاح طفيف وخسارة التعديل ديال لي فيستير مع الروبينيات مع الدوش، هذاك الشيء راه كيمكن له يتصوب، نديرو حنا كاع في شهر وبلا ما تشد هاد القاعة، الماتشات يكونوا ملعوبين والإصلاح ديالها يكون قائم بها، لأن الفيستيرات راه جايين خارجين على التيران، وطرحناها على الرئيس وطرحناها على هاد المنتخبين. علاش شديتو لنا القاعة؟ واش ديتيو لنا الملعب ديال باب جديد؟ هادو جوج ملاعب هما اللي كاينين في المدينه القديمه. طلع المجلس شد لنا هاد الملاعب، هذا شدوه في الاول بحجه العرضيين، قال لك على ما يشوفوا العرضيين اللي غادي يقابلوا القاعه. بالنسبه للتيران ديال باب جديد قال لك شدوه لانه مازال ما تسلمش من المبادره، وحنا ملي طلعنا للمبادره قال لك احنا لا، هذاك الملعب سلمناه للجماعه، يعني الجماعه راه يمكن لا ترخص لكم وتلعبوا فيه. مع من غادي تهضر؟ على حياتي لمن تنادي. هادشي راهم دازوا عندنا اطفال ومن بعد ما بقاوش يلقاو فين يتمارسو. اسمعتي يا السيد النائب العمدة مول الطربوش حمر وجلابة بيضاء اللي كتشطح كتقاضى 10,000 درهم في تاريخ الشهر، راه حزب الاستقلال زكاك ماشي باش تشطح ودير الطربوش حمر وتشطح وتقضي حجر راسك ولصحابك، رشحك باش ترافع على المواطنين. هادي قاعة مغطاة في درب العامر بشدودة، هادي مدة انا لا احمل المسؤوليه الرئيس مقاطعه فاس المدينه، لان الاختصاص ديال القاعات المغطاه من اختصاص الجماعه، كان عليك السيدنا والسيد النائب المحترم ترافع على القاعه وتجيب الامكانيات من الجماعه وتحلوها، قال لك فيه السيارة واصلاحات بسيط وتخلي الناس يجيو يترينيو، لان الموضوع الامني ملي كتحل القاعه مغطاه راك كتزيد على ان ما يبقاوش المخدرات والناس ما تكميش والناس تبلى بالرياضه. ماشي دورك هو الشطيح، طربوش ابيض طربوش حمر والشطيح. واش الحزب ديالك رشحك باش تشطح؟ هذا اللي يعني انني ضد داك الفراق ولا داك العيسى، ما تحوروليش الموضوع. انا اليوم اخاطبك انت نائب عمده من حزب الاستقلال اللي هو مستشار في المدينه، قاعه مغطاه، والوليد اللي هضر في الفيديو في الاول راه من حزب الاستقلال ومن الشبيبة حزب الاستقلال. ملي تصيب واحد من الشبيبة حزب الاستقلال في الاندلس وكيطلع يتريني وكيتكرفص هو والوليدات، كيقول هذا الكلام في المنتخبون باي وجه توريو لنا خلاياكم في المرحلة الجاية. لا، رئيس مقاطعة فاس المدينة داركم معاه كنواب من اجل اضافة شي حاجة جديدة تضيفوها لنا، من اجل انكم ترافعوا تمشي عند السيد العمده وتقول له السيد العمده قاعه مغطات راها، ما تحلوا قاعه مغطات، ما تحلوا مشاكل، شنو غنبقاو نشوفوكم بندين في الصف الاول؟ هذيك رئيسه ديال المصلحه ديال الثقافه اللي هي تابعه لحزب الاستقلال اللي انت كتمشيها كما بغيتي،
بالاقتراحات ديالك. انت دابا واش عندك اسواق ولا عندك الاسواق وعندك المصلحه الثقافه؟ دابا بحال اللي عندك جوج، هذيك انت اللي كتمشيها وانا عندي ما يفيد. انت اللي كتمشيها وانت اللي كتقول لها شنو ديري وشنو ما ديريش، وانت هو الفقيه اللي كتبند في الصف الاول. راه الرساله للمنتخبون اللي غيترشحوا وكيترشحوا، راكم جيتوا من اجل قضاء المآرب ديال المواطنين ومن اجل المصلحه العامه، ماشي جيتوا راكم كنواب عمده. وعليك كنهضر بالخصوص، كتقاضى 10000 درهم في الشهر، في ثالث الشهر كتسيري 10000 درهم، وانت لابس علينا الجلابه بيضاء وطربوش احمر وحاضر كتشطح، كتشطح المأساة والمعاناة ديال الساكنة، كتشطح على الهموم والآلام اللي كيعيشها الشعب. علاش كتشطح؟ هي قلنا علاش كتشطح السيد نائب العمدة؟ وهاد الأحزاب على رأسهم حزب الاستقلال، ملي تعطيو التزكية بداو تتبعوا المنتخبين ديالكم اش كيديروا. ومستشار ونائب عمدة أقسم بالله ما عمرو دار شي مداخلة في المجلس الجماعي. واش ما قاريش؟ واش ما عندكش الامكانيات باش شي مره غير حل فمك غير هضر نسموه هضرتي علينا؟ انا راه كننتقدك لانني ما صبت شي واحد بعالك من المنتخبين، ولكن كنحضيك ديما فني كيكون شي لقاء ديال الشطيح وديال تحمديش وديال كذا، مع احترامي للعيسى وحماد شاوم. شوف ما عنديش مشكل معاكم، ولكن هو ما يمكنش يزهق شي لقاء ما يحضرش فيه. الرسالة ديالي هي رسالة محلية للمستشار مقاطعة فاس المدينة اللي هو نائب عمدة، من خلال رسالة للمنتخبين المغرب كامل. راه اللي ما قادش على المسؤولية وترافع على المواطن يدير واحد الخير، يقدم استقالته يمشي بحالتهم أي حزب. اللي ما عندوش الجرأة باش يواجه، اللي ما عندوش إمكانيات باش يترافع، يمشي يعطينا اتساع. راكم كاتلك الفلوس التعويضات اللي كتعوضوا كتاكلوا الحرام. قاعة مغطاة هذيك أكثر من ثانوية مشدودة، خصائص لحظ بسيطة باش دراري يترينيو المبادرة الوطنية التنمية المشاريع اللي سيدنا الله ينصرو تصوبت هاد القاعة من طرف المبادرة، كانوا كيترينو فيها الناس. شدت رئيس المقاطعة ما عندوش الإمكانيات، نائب عمدة معاه في المجلس يترافع في الجامعة ويهبط الإمكانيات، لا خايد كيشطح، وحنا كدخو علينا وانتخابات جاية نتوما الأولى تكونوا مبلدين. فأنا أحمل المسؤولية بعد الحزب الاستقلال إلا كان شي مسؤولين فيه ولا كان شي ناس كيديروا التتبع، وكنقول لكم حرام عليكم. السي العالمي تحياتي، كي درتو مع داك رئيس الجامعة ديالكم هذاك اللي فيه الزايمر، هذاك المصيبة كحل اللي سلط عليكم الله سبحانه وتعالى، يمكن ربي كيعاقب داك الساكنة ديال داك المدينة اللي جاب لها السيد حطو تما هذاك، عاوتاني كارثة. أنا من فاس ركب فيا العصب داك الخرجات وداك الشطحات ديالو، لا حول ولا. الله يعطيكم الصبر معاه. ونتايا كنحييك السي العالمي انك منتخب من المعارضه، تقوم وتترافع على الناس ديالك ديال المدينه ديالك المحترمه، فاحييك واشكرك على النضال ديالك. وعندنا السي العالمي نائب عمده استقلالي من فاس، اقسم بالله عمرو ما ترافع ولا هضر ولا قال جمله، ولكن حاجه مقبط واحد رئيسه مصلحه الثقافه هي حتى هي في نفس الحي الاستقلال، وكيديروا السهرات وكيديروا الشطيح والرديح وخدامين، ولكن ما يمكنلكش ما تصيبوش قالت في الصف الاول ودير الطربوش احمر كيشمل داك ديالكم وجالس. وهذا مؤخرا واحد الفيديو كيشطح حيت كيشد 10000 درهم كيشدها، والحز ديالو رشحه وخلاه ما كيترافع. واش الدور ديالكم هو الترافع وتحل المشاكل وتترافع، ولا الدور ديالكم هو تشطحوا وديروا لنا العبث؟ فاليوم كانت الرسالة ديالي واضحة، بدينا بهذا احتراماتي السي العالمي شرفي لأنك تتبع معايا اللايف اليوم. كانت الرسالة لهذا نائب عمدة اللي هو حزب الاستقلال، اللي هو نائب عمدة قاعة مغطاة باش تصلح فاس المدينة، كيلعبوا فيها الوليدات هذيك أكثر من سنة، والفيديو حنا درناه في الاول وغنرميوه عبر قناه يوتيوب ديالنا دوبيس تي في. ما تصلحاتش نائب عمده، ما يجيبش امكانيات باش يصلح قاعه مغطاه. رئيس مقاطعه ديال فاس المدينه اللي هو بحزب اخر اللي نكنوا له الاحترام والتقدير، ما عندوش الامكانيات، ولكن انا انت كنائب عمده معاه في المكتب خصك تجيب الامكانيات. الا ما غتجيبش امكانيات سير بحالاتك، الا ما غتحلش المشاكل حط 10000 درهم
دوك كوطي وسير بحالك. الا غجيتي انت باش تقلب على حل مشاكل صحابك وديال مشاكلك وتحل ملفاتك وما عمرك تهضر، هذا راه العبث. فالرساله ديالي كانت اليوم مع هذا المنتخب، وان شاء الله موضوع اخر غادي نسلطوا الضوء على حزب اخر ومنتخب اخر. وشكرا شكرا جزيلا لكل المنتخبين الشرفاء النزهاء اللي كيترافعوا. انا كنشوف والمثال هذا الاخ انا دابا ديال السي العالمي من كنظن من المدينه ديالكم السي العالمي القصر الكبير كنظن، اقسم بالله لا 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 ترافع في المستوى والخطاب ديالك في المستوى ومحاربتك لذاك السيد اللي عندكم تما في داك رئيس الجامعه اللي هو برلماني، داك المصيبه كحلال اللي سلط عليكم الله، الله يجعل يدير لكم ربي شي مسلك الخير ويهنيكم داك الشكل وداك الفينومين اللي دابا نتوما سيطر على داك المدينه، مصيبه كحال. ولكن حنا الحمد لله في ظل النضال ديالكم غادي ان شاء الله غادي يكون خير ان شاء الله. القصر الكبير القصر الكبير الاخوان، اليوم كانت الرساله ديالي هي محليه ولكن في نفس الوقت لجميع الاحزاب في المغرب كامل. رجاء نديروا شي لجنه، هاد الناس اللي كتعطيهم التزكيه بداو ديروا لهم التتبع. راه كاين منتخب كيبدا الولايه وكيساليها وعمرو ما كيقول جمله مفيده وعمرو ما كيترافع وعمرو ما كيهضر، كياكل الفلوس ديال التصعويض. بحال دابا نائب عمده حنا في فاس كيتقاضى 10000 درهم، هادي راه خلصه ديال الموظف سامي. هادي كاين 10000 درهم ولابس لك الطربوش احمر ولابس لك الجلابه وكتشوفوا نعما سيدي كيكون شي ماتش ديال شي في الجماعه في حماتشا ولا عيساوه كيشطح كيشطح على المعاناه ديال الساكنه د فاس، كيشطح على الهموم، كيشطح على الالام، كيشطح على الالام ديال الاحزاب ديال التحالف. المهم هما مسوقش كاينه حنا الدور ديالنا اننا بحال هاد الناس نفضحوهم في جميع الاحزاب. والحلقه الاخرى ان شاء الله غتكون على منتخب اخر من حزب اخر. اليوم كانت عندنا سلطنا الضوء على نائب عمدة مدينة فاس المستشار الاستقلالي اللي في نفس الوقت هو مستشار فاس المدينة، وكنقولوا له فوقاش غنشوفوا شي نهار انك ترافعتي الساكنة وبديتي رأي وشي موقف وهدرتي علينا، حلل 10000 درهم اللي كتشد. شكرا السيد العالمي باش ما نطولش عليكم، شكرا للاخوان والاخوات اللي ما شافش المباشر ديالنا، غنلوحوا ان شاء الله عبر قناه يوتيوب ديالنا دوبيس تي في. عواشركم مبروكه.